هاكموس؟ مارينيت أحضري مساعدة. لا، ستبقيان وتلعبان معي هذه المرة. مانون؟ لا، أنا بابيتير وسألعب معكما ومع تماثيلي. احذر. لا تقلقي بشأني. تيفي، وقت النقاط. اختبئ في مكان آمن، سأتعامل معك. لك مخالب. قبضت على هوكموث. أتمنى. مجرد تمثال شمع. عادت بوبيتر، مؤكد سنجدها. سنجدها وننقذها. غرفة الأبطال، حيث وجدت تمثال هوكموث. السيدة أولا. انتبه. ليست هي، إن هذا تمثال. انظر، الحقيقية معها عصا، أتذكر؟ إذن هي التي أخذتها، والأكومة توجد فيها. حسناً، فلنلعب ضوء أخضر أو أحمر. ألا يقفز أحدكم أعلى؟ توقف عن مزاحك هذا، الطفلة في خطر. أتعلمين؟ كلما زاد الوضع سوءاً أدركت كم أنت مدهشة. كيف تفعل هذا؟ أفعل ماذا؟ كيف يسهل عليك قول هذه الأشياء اللطيفة حتى في أسوأ الأحوال؟ أليست الأشياء المهمة هي الأصعب في البوح؟ عندما يكون الأمر مهماً يجب أن نقوله مهما حدث. ورشة العمل، إنها هناك. فهمت. هذا مقزز. هذا سيعطلهم قليلا. انتظر، لا نعرف ماذا يوجد خلف الباب، يجب ان نكون حذرين. تعويذة الحب. ورق مقوى، ماذا افعل به؟ سأفكر في شيء. هيا. هراء هراء هراء، أصدقائي كثر. وأنت؟ لا أحد يلعب معك يا داسوكا. نسيت أن شريكي معي، القط الأسود. حقا؟ القط الأسود، أمسك بها. ما الذي تفعله؟ إنه تمثال. انتهى التنظيف، أستحق مكافأة قبل أن أصعد، صحيح؟ هل هذا عطر جديد؟ رائحته شامع؟ القططية!